اللي تحب عليها انت تحط تحط المية بتاعك هيك عم تشوف يعني كلهم عندهم نفس العرض لكن الطول بتاعهم هو متناسب مع عدد القائمات طبعا اطول ورقه اقتراع هي ورقه اللي فيها 95 قائمه واصغرها يعني فهمني طبعا تكون صغيره كما هكا 110 طن الوزن الثقيل نتاع الانتخابات في تونس 110 طن يعني من هذه في البوكس تبع انا سان فولورا باش اللي ربي يعينك الله يعينك هاي راني وصلت للانتخابات عاصمة مرحبا اسباس اسباس تفضل عملت عليك سيدي ونتمشى نتعرف عني مكتب هذا لا مش جزء انجليزي عشان تكتب في بي بي كيما بيرو دو فوت بي 010 اسباس هي 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 في نصف النهار معناها عندنا معدل تاع 1300 ابيل بار جور احنا من نهار تدينا تو 1300 ابيل بار جور احنا العدو متاعنا اللدود هاي هو الوقت الوقت راه غلب علينا لكن nous avons perdu plusieurs batailles معاه mais on va gagner la guerre مع الوقت نحاول له ننجحوا ويلزمنا ننجحوا وما عندنا حتى حل اخر الا باش ننجحوا واكيد باش ننجحوا وحاسبوني شيء معناها فيها شوية ثاث قديم كي تشوف الحجم نتاع البنية نجم تقول تشوف حجم المهمة زاد لأنه عندها تاريخ أسود احنا ما دهناش ما عملناش حتى شيء لكن بدات تحس أبيض حتى من برا ما برا ولا مزيان الهيئة هذه ما كانتش تعملها انتخابات كانت تعمل فيها وزارة الداخلية وتعمل فيها وزارة الخارجية أنت اليوم جاي باش تخدم انتخابات هي مش متاعك اش تتصور زعما؟ صحيح فما تعاون راه من الاداره فما تعاون لكن انت اللي عاون فيك انت خذيت له حاجه نتاعو كان يخدم فيها هو يعني ما تتصورش انه في هالجو هذايا انت كهيئه باش تلقى روحك مرتاحه 100% يعني صعيب صعيب شويه انك تكون مرتاح فهمت شنو؟ و سارت مومون اون ايتي اوبليجي دو جيري على فوا داتر ايلو اي ان جيستيونير تقول هذه تخلويضه بوان دو في نورد كي تجيب اوديت واحد باش يعمل لك اوديت تقول لك هذه تخلويضه ما فونكسيون با اي مالغري سا لا فونكسيون كي تشوف توا انت كي تشوف انت ليزي وتعيش داخلها في بعض احيان في فولي معين تقول هذايا مومبر اولو يشابوت يسوبرفيز اي اسيستي بار اون ستركتور بيان ديتيرميني في ديبارتمون اخر لولو لو ميم وي ميم يجير وداخل في جيستيون مي على مارشي على مارشي L'administration ne marche pas. C'est une spécificité tunisienne.
شخص مهما كان معروف لا يحمل الترخيص ما يدخلش، لا يحق له الدخول الى المكتب. واضح يا جماعه؟ هام جدا النقطه هذه. رجل كبير معناها مسيك يرعش بكله، ها كلاو فيه معناها السيد هذا. فما ناس صغار معناها ماهيش متقدمه، وهو تبارك الله عليه ويعطيه الصحه يعني جاء على الاقل نعطيوه امتياز انه نعطيوه اولويه. داكوردو هذا واضح؟ من المكفوفين الحاملين لاعاقه عضويه تمنعهم من الكتابه الصنف الثاني، والصنف الثالث الحاملين لاعاقه ذهنيه خفيفه. عاود متى؟ لا اوتوماتيكمون عاود متى نولي نقلبها، لان العمليه هي شخصيه نتاعها هي قلب الانتخاب المشابه. اذا احضر شي ولد يولي ناخب بالشكل القانوني، ناخب تتوفر فيه المواصفات. الاشكال اللي عندنا وين؟ انه اذا كان اعطيته انا صحه ونقول له احضر، يقول لك لا يا اخويا ما نحضرش، انا ما نحضرش على خاطر انا ما عندي حساسيه مريض ما نجمش. وهو صح تقول له ما لا تفضل بتقتل، يقول لك لا انا صححت واصبحت من بين الناخبين. فهمت ولا لا؟ انت شنو الاحساس تاعك توا؟ احساس فما شويه دراك، خاطر علاش؟ خاطر الحق مسؤوليه كبيره، خاطر مش اي عبد باش يتحكم مع اول حاجه الحساسه اللي هي الخطوه اللي هي الاوراق تاع الانتخابات، الاسواق تاع الناس، هذوما كل حاجه حساسه معناها لازم انا نكون مسؤول عليهم، ولازم نكون واعي شنو القانون. يعني المكون والمكون كنا قاعدين نتعلموا في عملية الانتخاب اللي هي جديدة علينا في تونس، قبل كانت مسرحية هزلية سيئة الإخراج. اليوم باش كيف تعب تحولوها إلى مكتب اقتراع. توا دقيقة. أي نعم. باش تحولوها إلى مكتب عندكم مكان للملاحظين وممثلين القائمات، عندكم مكان الرئيس، عندكم مكان أعضاء تثبت من الهوية وصرف الأوراق، عندكم منظم الصف، عندكم الخلوة حطوها في مكانها أو الخلوات، وباش نمثلوا عملية بيضاء لعملية الاقتراع. جورناليستك اكريديتي اسمك تصور، لكن باش تصير الحكايه هذيا تاع واحد باش يقول له ممنوع راهي باش تتبلبس. علاش؟ ليش نقول لك سامحني؟ الناس يحبوا النظام، مش نمنعوك يا ولدي باش تصور. انت تستاهل رئيس المكتب، ينجم المواطن اللي داخل من غادي انت تحب تصور وما يحبش تصور. انت مش تمشي معاه. موعد مع التاريخ، موعد مع القدر، وقدرنا انه مش ننجح ان شاء الله. قدرنا ان ننجح معناها الى جانب كما قلت لك انا انسان قدري واؤمن بالقضاء والقدر، لكن ايضا اؤمن بتوفيق الاسباب. ثم في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك عقلها وتوكل، مش تسيبها وتخليك، لا عقلها وتوكل، اخدمها، حضر لها، وفر لها الاسباب النجاح، اسهر عليها، اثني عليها ركبتك واخدم كما يخدم الناس الاخرين، ولو هذا ممكن والبقيه نتيجه على ربي. اما تاكد اذا كان عملك صادق وانت صادق وحبك للبلاد هذه صادق انك اكيد مش تنجح. باش نعملوا انتخابات صحيحه في وقت كما هكا في اناكس دو طون كما هكا، هذيك
تعتبر معجزة معجزة معجزة. معجزة لا، أنا ما نموتش بالمعجزات، سي با هذه لو قبل المعجزة التونسية والمعجزة اللي ما نحبش نستعملهم هذوما لا لا. مي عمل سيذكر التاريخ، هذه ثابت. أنا أمنيتي وحيدة برك، أنه بعد التجربة هذه تصير تقييم إيجابي. تقييم موضوعي، ما نقصد مش إيجابي، تقييم موضوعي للعملين. شوفوا منين بدينا، وين وصلنا، وشنو وين أخفقنا، وين نجم نجمو نطوروا، باش تصير أكيميلاسيون ديكسبيريونس، ونستفادوا منها تجربة أخرى. أنا متأكدة أن التجربة هذه باش تستفيد منها برشا دول العرب. Vous savez, nous sommes dans une situation d'apprentissage. On ne le dira jamais, c'est quelque chose d'inédit. Et dans un apprentissage, évidemment, on est en train de construire. Et pour construire, il faut être plusieurs. En faisant appel à la, au bon sens de chacun, ça c'est fondamental. On verra le 20, surtout voir la proclamation des résultats. Ce n'est que des techniques, des procédures. Le plus important, c'est le jour où on proclamera les résultats. Et j'espère qu'ils ne seront pas contestés. Et surtout... que ces élections deviennent une habitude constante dans notre culture politique. كل معتمدية كل شخص يمثل مكتب اقتراع باش يعمر ريزولتا فيكتيف بدون اسماء قائمات جوست لو شيفر معناتها النومبر اللي خذا عدد اصوات اللي تحصلت عليه القائمة دونك معتمدية اليمين ومعتمدية مش نقول يمين يسار معتمدية الأولى والمعتمدية الثانية يلزم واحد يفهم اللي مهما يكون العملية الحساب اللي نتعمدوا عليها أوفيسيالمون هي العملية اليدوية. احنا الانفورماتيك موجودين يعني باش نعاونوا باش نحاولوا ممكن نعطوا يعني معلومات كما نقولوا دي بريفيزيون يعني مسبقا. لكن ما هي الا دي بريفيزيون. لو بلوز امبورتون هي العملية اليدوية وهي اللي لازم واحد يتعمد عليها باش تكون يعني الانفورماسيون صحيحة. شوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منها النور سيدات والسادة تونس تنتخب وكلنا حاضرين كلنا حاضرين هذا الشعار أردت أن أبدأ به هذه المداخلة والكلمات أقولها مع كل التونسيون والتونسيات ونحن في أشد درجات التحمس للموعد الانتخابي التاريخي الذي تنتظره بلادنا اليوم تفصيلنا 5 أيام عن موعد الانتخابات في تونس ويومان اثنان عن الموعد المحدد بالنسبة للخارج والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاضرة لخوض هذه الأيام الأخيرة أصعب فترة هو
القرار اللي خديناه في تأجيل الانتخابات. هذاك القرار أنذكر كما توا أخذناه يوم سبت ماضي الساعة ونص متاع الصباح، وجماعة كلها خايفة ما تروحش لديارها نهارتها. مستحيل أنك أنت وهي 23 وربما الناس تخدم 18 ساعة على 24، ونحيي يعني خاصة الشباب الموظفين أنت دبناهم اللي يبقوا معنا من 8 متاع الصباح يروحوا ساعتين متاع الليل، والخدمة هكاك يعني 18 ساعة على 24 باش وصلنا ل 23 أكتوبر. الفات أنه توصل 57% وقت اللي كانت قلت لك نهار 11 و12 و13 و14 و15 كانوا قلة ما مشى، شكون مشى لمكاتب الاقتراع؟ كان نشوف المروس نطلع على الكهرباء ونغطي وجهي ونبكي، ما ثم حتى واحد بحذا داري، مشيت ما ثم حتى واحد جاي يسجل. عباد نمشي القهوة بحذاهم نقول يا لدي مش مسجل، ثم شكون يقوم يضحك علي يا راجل اللي واحد شكون يتهز يا دكتور تي برا مشيت لها بالبحوث نتاعك في القهوة باش نبدا واحد يا ولدي حرام يا ولدي عيب يا ولدي فرصتكم. الاقفال الصفراء والخضراء وراك وين حسين؟ لمسات الاخيره كما يقول صلى ربي يوصل بالسالب كما يقول عروسه هي لما حالها كانوا نحضروا معناها صندوق العروسه. وقت اللي جينا نركزوا في الهيئه الفرعيه الوضع كان مضطرب شويه سواء من الناحية الأمنية، اعتصامات، الحكومة يمكن متردة بيدها في قراراتها، تحس اللي فما موجة متاع ديجاج. في الفترة هذيك جينا وعملنا الهيئات الفرعية. الغريبة توقعنا بيصير في بعض المناطق اللي فيها نوع من الاضطرابات توقعنا باش يعملوا لهم ديجاج المفيد. مشينا وركزنا الهيئات الفرعية وما صارت حتى مشكلة. المواطنين يتعدوا وين عاد في لجان تنسيق راهو يمكن حصلت حتى نوادر فما هيئة فرعية لجنة تنسيق دخلوا فما امرأة كانت تخدم غادي قالت لهم شنو رجعتوا رجع بن علي. انتخابات الخارج ستنعكس على الداخل، لا قدر الله في صورة فشلها أو غيرها، يعني الناس كل باش تفقد المصداقية، وهذاك ربما كان من الرعب اللي نعيشوه، لأن انتخابات الخارج ستنعكس سلباً أو إيجاباً على الداخل. ربما تو في تفكير نقول لو عملنا انتخابات الخارج بعد انتخابات تونس كان أفضل. Monsieur Janoumi, Monsieur Janoumi.
Kamel. Voilà. Un petit sourire pour la Tunisie. Voilà. Un petit sourire pour la Tunisie. Là, là, là. Un vote pour l'histoire. Voilà, ici un peu. Monsieur voilà. Kamel, monsieur Jandoubi, un vote pour voilà. l'histoire. C'est merci. Bon. C'est bon. À voter. Monsieur allez, Kamel. C'est fait. Monsieur Jandoubi, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir voté? Monsieur Jandoubi, un commentaire. Vous avez ressenti comment le fait d'être un des premiers électeurs? Vous savez, c'est... Surtout connaissant votre parcours. Et surtout dans là où j'ai voté. Vraiment, elle est quelqu'un d'art ajnabi. Elle est quelqu'un d'art Tunis. Elle est quelqu'un d'art Tunis. Oui, مرحبا بك سي خالد. مرحبا. ايه؟ على الكاتاستروف في باليرمو. هاتي لي ستيلو. اسمع قول له اعمل تصور. صور وابعث لنا صور. فوتوكوبي نتاع شنو؟ بربي سامحني. Il n'a pas le droit de faire sortir le bulletin de vote. بفضلك صور وابعث اسكو فيه اسمع اسكو فيه لي كاشي نتاع الهيئه من تي في لي كاترو اي اي يا الحمد لله انت عندك ممثل نتاعك اسمعني نعطيك لي انستركسيون اتنفذهم ب اسمع اي اي انسى اسمعني يا مان نجم نعطيك دي كونسيغ تنجم تطبقهم ما تصيرش حتى فخوت في لوبيراسيون تبعني برك اوكي باهي بيان سور عايش خويا يفضلك اي كونفيونس يفضلك انت عندك ممثل نتاع قايمه ان نعطيك لي زيتاب اللي يلزم يلاحظهم العون هذيا نتاعك الممثل نتاعك الهيئه تقيم نعم تقيم لانه ثم اجزاء التواصل الكوميونيكاسيون ما مشاتش العباد ما تثقفوش البارح المواطن قلت لك قام وقال شنو حضوركم في التلفزه وين هو حضوركم في الاعلام وينه حضوركم في الجرايد وينه حضوركم في كذا وصحيح عنده الحق اليوم اربع ايام مازالوا على وين الاعلام وين التحريض المواطن التونسي وين تحفيزه صحيح المواطن التونسي تحكي انت تشكك لكن ما لقاكش انت يا ولدي ربي سبحانه في القران يقول لك ادخلوا عليهم الباب ادخل عليه انت عندك امكانيه بالتونسي باش تدخل عليه بالفيسبوك باش تدخل عليه بالتلفزه باش تدخل عليه بالتليفون حتى تهز التليفون عندك سبل عديده
باش نعمل بعد الانتخابات؟ بعد الانتخابات باش نعمل انا؟ باش نرتاح دابا باش ناخذ وقتي نتمتع زاد شويه بالاشياء اللي شناها مهمني نقرا شويه ما قريتش با الطون ديال سي دراماتيك كونت اون لي با انا ان توكا سا سا مومون كي نورمالمون اي بي بون سيرتو بون واحد ياخذ ديستون شويه من الاحداث خاطر تو داخلين هكا خشمنا في الكيدون قال لي غير فهمني ما نشوفوش ياسر الامور واحد يتريض تروض نحب نرجع لحياتي نحب نرجع لخدمتي ولداري انا تعرف عندي زوز وليدات وبنية ما عادش راه فيهم براتيك ما عادش راهم نخرج الصباح قبلهم ولا نجي في الليل من بعدهم عاد ولادي صغار قالوا لي بابا الواه الانتخابات يا بابا قلت لهم تكبروا تعرفوا تو كي تكبروا مازلت صغيرات تعرفوا قيمه اللي عملوا الشعب التونسي يعني امس مبرمج باش المراه نتاعي تروح للبلاد مالوريزمون وهوريزمون والله ما نعرف جي كومبليتمون اوبليي دو لامني افكتيفمون اني عندي مرة ثانية هي اللي زيرة المدة ذي كلها والحقيقة معناها حتى المرة متاعي أنا بادينو حاجة تاريخية بصراحة يعني أنك تشوف كيفاش وسائل الإعلام تتعامل مع أول موعد انتخابي تعددي في تونس لحظة مهمة جدا في تاريخ الإعلام هي مرآة بالضبط نوع من المرآة الرصد يتم يعني الصحافة المكتوبة بالسنتيمتر يعني تبعوا الفاعلين السياسيين بالسنتيمتر وفي الوسائل السمعية البصرية بالثانية يعني مهم جدا أنه نقف عند أدق التفاصيل أنا هو ديتكتور هما رئيس المؤقت فريد البزع طيب البكتوش جاب العياب زير المالية مازلت قاعدة نحسب في الاسباس متاع كويت مني طيب نكمل قلت الكريس بتاعي نشوفوا قديش عطات في اسباس اللي زي عرفت جات جات حمى النصة ولا شكا الذي بات على الابواب ولا حتى على الابواب ليه تي في 5 تي في 5 زاد الاخرى في حال تزوير الانتخابات وندد القطب الديمقراطي والحرفي في بيان بما اعتبره سلوكا غير مسؤول صادرا عن الغنوش معتبرا ان هذه التهديدات تهدف الى التهيئه لمناخ من الفوضى خاصه فيما يتعلق بامن المواطن بعد اعلان نتائج الاقتراع 23/10/11 وما تنساوش نهار 23 انتوا حاضرين واحنا شاهدين نرحب بساعة بالمحلل السياسي نور الدين بنتيش عسلامة نور الدين عسلامة نور الدين اليوم صمت انتخابي معناها ما عندناش الحق مع ديورينا اليوم صمت انتخابي معناتها حكاية الحبر نزلت من فوق لكن هو واضح حكاية الحبر ماهيش كان حكاية شفافية وديمقراطية الانتخابات فما أمور لزمتها ونحن كان موقفنا من الأول كان واضح معناتها كان موقفنا كان معناتها ضد الحبر ضد الحبر علاش؟ لكن من بعد كي فهمنا الوضعيه وقلنا فما ريسك كبير بما انه فما 3 ملايين واش نتاع ناس فما احتمال كونه باش يصوتوا مرتين علاش الحبر؟ السؤال هذايا علاش الحبر هو باش نضمنوا اكثر ما يمكن شفافيه هذه الانتخابات كيف تحط شويه حبار في الدبوس؟ لا يبقى راهو ديما يبقى سي اون انكر انديليبيل يا سي نوردين لان قمنا بدراسات تبقى ديما الاثار تبقى العلامه نتاعها تبقى ربما نهارين ثلاث ايام تبقى ديما واحد من الملاحظين نتاعنا حط صبعه في الحبر هذا راه واحد دار عدى نهار كامل غاديك يقوم بالخدمه نتاعو وداوس كيما الناس الكل وقام في الصباح فما الحبر اللي هم يحزنوا في الخارج فهمني دونك حكايه الحبر اللهم يمكن الحبر اللي في الخارج مش هو بيدو في تونس يمكن اغمق نتاع تونس شويه مي يمكن الحبر اللي في الخارج حبر اخر لكن حبيت نوضح ايضا لكن فما مكاتب في الخارج الحبر مش موجود فيها C'est la première fois que je vais voter.
même si je suis à l'instance de l'ISI et que nous avons préparé toutes les procédures pour ça, ça reste toujours théorique. Et donc là, je vais voter sur place, mettre une croix comme tous les Tunisiens. Et voilà, c'est formidable, c'est très émouvant. Et là, je savoure déjà le moment où je serai à cette heure précise demain devant mon école primaire à Nibrim. Voilà. أنا موجود بالهيئة، يعني استلم الباش تاعي. وي لا لا وي وي هي، ولكن ما فيش صورة. غيزونا الصباح. لا هو هذا هو. وين نرجع لكم؟ لا موجود. وين العيال؟ ما كنت معاها ولا عشان ما فيش صورة فاهمني. أوكي أوكي فيصل خذ هذا هي خلي طمني عليها. لا لا لا. الاسم في حرف. صرنا نبحث عن حلول إبداعية، يعني أنت تعرف الحلول الإبداعية، يعني حل إبداعي، يعني أنا جاي باخذ باش تاعي ما فيش صورة، فلازم أبحث عن حل إبداعي، لازم نصور روحي وعدل الصورة وحطها في فلاش ديسك وأعطيها للهي عشان تصنع لي الباش. أسر أنت صحفي؟ أنا صحفي. أنت مالك؟ أنا صحفي، لا علاقة لي بالإبداع، ولكن قاعد أساعد بما يمكن، يعني أنا جزائري وأكثر واحد يتفهم التونسيين في هذا المرحلة. نحن موفي. Sorry for the impatience. No, don't be sorry. Even better next time. Congratulations. Bye bye. Thank you.
كنت حكينا مدام سعاد، هل بعد الوقت هذا الكل معناها الوقت اللي حضرتوا فيه نتصور اشهره واشهره للحظه هذه، شنو احساسكم الحالي في الوقت هذا بالذات؟ حاضرين كما قلنا برشا فخره، حاضرين التوانسه الكل اللي عندهم بطاقة التعريف الوطنية واللي عندهم الحق في الانتخاب، معناها عندهم أكثر من 18 سنة، ما همش في سلك الأمن، ما همش في سلك الجيش، ما عندهمش قضايا جزائية، الكل عندهم الحق اليوم باش يمشيوا ينتخبوا، سواء كان سجلوا راديا وخذوا وصل ولا ما سجلوش، على شرط يهزوا بطاقة التعريف ويتوجهوا لمكاتب القضية. اللي نحب نأكد عليه اللي انتخابات اليوم اللي التوانسة الكل يستناو فيها ونحبوها تكون ديمقراطية وشفافة بأتم معنى الكلمة وتكون تعددية، نحب نقول للتوانسة أنها باش تصير وباش تقع تحت عيون التوانسة وتحت عيون العالم أجمع. أحسن صورة بعد الثورة التونسية هي الصورة نتاع البارح والصورة نتاع اليوم، الزحمة اللي موجودة قدام مكاتب الاقتراع في الخارج والزحمة اللي موجودة قدام مكاتب الاقتراع في تونس. أكبر دليل أنه التونسي كعمل الثورة نتاعه عملها باش يبني. ربي سمح لي، مكتب تيري مارس فين جاي أخويا عايش؟ من هوني تدخل باهي راك الله فيك. اي ولا بارك الله فيك. Nous avons un gros problème, ce sont les personnes qui n'ont pas voulu s'inscrire quand on leur a demandé de s'inscrire. Nous avons aménagé des centres spéciaux pour eux. They organize special events. Et nous leur avons demandé depuis des semaines de d'envoyer SMS. Or aujourd'hui, le CSA est saturé. You understand me? Yes. Encore une fois, c'est la première expérience. It's the first experience in Tunisia. You understand? Yes. It's, nous sommes dans une situation de construction. Construction. هذا وقت الناس مش واحد تعرفش تخدم، هذا واحد ما يعرفش يقيد نمره. شفت روحه بالاس ام اس؟ ها بالاس ام اس ما يمشيش من البارح نطلب فيهم بالاس ام اس. لا سي با نورمال، سجلنا دو بيرسون او ميم تون. جو نو فو با وقت اللي عملوا الورقه هذه علاش ما قيدوش النيميرو دانسكريبسيون تمشي تجي بيه هكا. النيميرو دو معناتها النيميرو دانسكريبسيون ولا النيميرو دو نيمبورت كوا. يبعثوا فيه بالاس ام اس، اه الاس ام اس ما يجاوبش. الاس ام اس ما يشفع. ما يجاوبش. هذا طول الموند هذا كله روحة باش السيد. انا سيسكو جي في، اما انا لا ديفيرونس، انا جيت 6 ونص لهنا، جيت 6 ونص وقعدت نستنى حتى حل البيرو وكذا واستنيت يافي كيلكو بيرسون قدامي، بعد تدخل يقول لك برا امشي لريانا بهيئه فرعيه، معناها جو نسي ميم با كي مدرسه، انا بصيف لقيتو الشيف دو سونتر لهنا ديجا، فهمت؟ خلت تنظيف يعني ما نجمش نوصفها. لازمك توصفها يعني. مهم اللي انا نقول يعني التصويره كما هي. يعني صفوف عباد موجودين، اللي ستات يعني كي نقول لك معلقين في السماء، يعني ناس تطلع فوق بعضها باش نجم تقرا اسمها وخط جويد، ناس ما لقاوش. فما نقص في المعلومه، فما نقص في الارشاد بالنسبه للمواطنين في المكان هذا. في برج العامري مش نقص في المعلومه، انعدام المعلومه. انعدام. جيت له انا كلمته قلت له عايش ولدي هذا عامل عمليه على راسه، راهو ما نجمش يقف برشا، انا ما يسيش هات نستنوا ونبجلوه هو راجل كبير ما حبوش.
On m'a volé mon portefeuille hier. Et là, j'ai passé 3 semaines, d'accord, à faire le terrain pour inciter les gens à voter. Maintenant, aujourd'hui, moi, mon passeport, si je ne peux pas voter avec mon passeport, ce document, il sert à quelque chose ou non? C'est Ena ou Alalé? C'est ma carte d'identité ou Alalé? Est-ce que ça, c'est un document officiel? Ce sont les policiers qui nous ont donné ça. Ça fait 3 semaines que je suis en... Je suis désolée, parce qu'on ne peut pas m'empêcher. Donc c'est tout, je dois voter avec mon passeport. اما الحق لافونتاج باللي كتب عندك بادج تاع ايزي انك ما تفنش الصف الكل سينو تعدي ساعتين بون فان انا اوتر شوز افي ريسي C'était la fête, Arsa. Agréablement surpris, mais tout ça. معناها لي كرانت نتاع النهار اللي نستنوا فيه اليوم لي بروبليم كبير يسرجير معناها نسونا فيهم التوانسة نعطيهم الصحة. السلام عليكم. السلام عليكم. واضح يا نور. عاملين و100 ألف تونسية وتونسي في أغلبها الساحق نسبة المشاركة تفوق 90%. في الدقائق هذه تكمل بقية المراكز، الفرز بدأ في البعض وانتهى في البعض، ثم ننتظر بقية ما نجموش نسهلوا في الأرقام، وبوضوح نقولوا سبب أنه نسب المشاركة ما نجموش نقدموا نسب دقيقة وفاء بالمهمة، ما نجموش نقدموا أي أرقام إلا ما نكونوا متأكدين منها. Le dossier interne, il doit être vraiment coui. Il doit avoir les éléments, vraiment les petits détails, pertinents, mais عندها البوا نتاعها في الدوسي نتاعنا باش تعاون السيرفيس جوريديك خاطر سي فاسيل يجيك الحزب يقول لك مش تبعني جمهوري حب يعمل هكاك سيتي سبونتاني ماهوش تبعني هذاك شنو نجم يخسر عليك الحزب سامحني انتم المراقبين عندكم لي بريروغاتيف باش تدخلوا في عين المكان وتكلموا ما تقولوا ما تعملش زوبسيرفاتور ما يتكلموش ما ضربوكش Contestons la fraude, l'achat des votes lors des élections et le non-respect des règles. Voilà, voilà. Mais je ne veux pas dire que le chat, je veux dire que le chat est واعي, mais je veux dire que le chat est واعي, c'est pas normal. Tu as dit que le chat est واعي. نقبل اللعبة شيخ مروك النهضة يخدم بسيط يخدم لا لا مش لا 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 الناس كل تقبل اللعبة خلف المشي لا لا مش مقال شو مقال لا لا
جهاز الاتصال الداخلي للهيئة العليا للانتخابات يعلن أنه لم يتمكن إلى حد الآن من رصد النسب النهائية بصفة دقيقة للمشاركة في الانتخابات. كل الذين يحتجون الآن أقول أن لا مبرر لهذا الاحتجاج باعتبارنا لم تأتنا نتائج ولم نبرد لحد الآن يعني في أي طعن. لما تردنا النتائج سنبرد في كل طعن جدي تبقى القانون. الحاجات هذوما عملوا هي اللي قبل كون جيتي دون لوبوزيسيون بن علي تحكي 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 مع شق ارغومون ثبت بن علي سي غراف درا شنو ايما في اكزاكتومون لا ميم شوز ثبت الهيئه جو كومبرون با انا جيتي اون كونفرساسيون بريفي خاطر بو افيك كيلكان جيتي اون اتونت معناتها دو جو كرو رئيس الهيئه اي بي جو ديزي نو افيك الهيئه متعوذني يفو اتونت 72 اور افون دو فير ان رانديفو الكتورال اي لو جاجيني من تيدي يعيط مت بالفجعان ها تصف الهيئه تصف الهيئه كل شيء عيط للجيش قالوا برا وهزوا هني قال كلمه غريب قد راسه عليا انا هو سيد يخدم في الهيئه هذا كيس كي بلو غراف كونفرساسيون بريفي قلت الهيئه متعوذني وحدي والا هو يمشي يحكي مع الجيش يقول كلمه قد راسه فوالا Est-ce que c'est normal, maintenant, comme comportement? Non, ça, je vous, ce que vous dites, évidemment, c'est ce que vous dites, c'est révoltant. Mais je oui, voulais c'est pas très révoltant. Là, c'est très grave. Et j'ai un témoin. Et n'a pas de temps à l'âge. Bon, il faut dire que nous vivons une période de tension, avec les difficultés. Où... Les comportements. Bon, ça ne, c'est vrai, ça ne justifie pas. Juste après le dépouillement. Au dépouillement, il y a des choses. On va faire des choses dans le matin de diète. علاش على خاطر مأمن هو مأمن بالجيش والبوليسية معناها كل كهرباء تقع تستنى حتى يفاو مكاتب الاقتراع الكل لو غاماساج دي زونفلوب نتاع الفرز وصل لهم بعد الصباح تمشي وتوا اللي سانتر في الايفونتونيست وقاهم مازالوا جمعوا احنا مادام ما عطاوناش هذيك وعندنا دو مويان دو فيريفيكاسيون قاعدين نعملوا فيه مانويلمون كيما شفتوا سور لي كونتابل سور لي دو غران بابي اي دو مانيير زاد انفورماتيك وثما زوز يعمل مانويلمون باش يشوفوا يوصلوا نفس النتيجه ولا لا 360 حزب حركة النهضة يعلن فوزه بأكثر من 50% من أصوات التونسيين المقيمين بالمهجر. النتائج الجزئية لثمانية مكاتب في ولاية سوسة تظهر تفوق حركة النهضة فيها. النتائج الجزئية لستة مكاتب في ولاية سيدي بوزي تظهر تفوق القائمة المستقلة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية للهشمي الحمدي فيها. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال جندوبي يقول أن النتائج ليست نهائية وأن هناك بعض القائمات قامت بتجاوزات وقد يقع إسقاطها. Oui. Est-ce que vous serez départiteur en cas de conflit, de litige, du non-respect de l'éthique du code électoral? Moi, c'est ça ma question. Mais alors, là, on reprend l'exemple là, de Sidi Boussaïd, n'est-ce pas? C'est complètement différent. Oui, tout à fait. Alors, mais là, donc, s'il y a un risque, en fait, que finalement, ben voilà, on annule cette liste. Bon. Mais moi, je veux voir, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, mais c'est clair qu'il y a des règles. Alors, il faut voir comment ces règles sont appliquées. Là, on parle quand même d'un cas, n'est-ce pas, qui touche toute une région. Peut-être on va annuler une liste. Ce sera un cas très intéressant à observer, à regarder, à suivre. Il n'y a pas une ligne dans ce rapport là, oui, qui dit qu'il y a eu ou non des irrégularités. Vous voyez,
Il n'y a que l'optimisme là-dedans. On ne ferme pas les yeux sur les irrégularités. Il y en a eu. Mais de un, on veut aussi avoir le temps de les digérer, nous aussi. Mais l'appréciation qu'on a comme ça, à deux jours après le scrutin, c'est vraiment de dire ce qu'on a vu, ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. ساق سوسة هذا عملوا فينا ذا يتفرعين تقولوا يدعطينا الفرماسيون يمشي يعطي بلاد الصحفية قبل ما يعطيك الفرماسيون الطاب اليوم خرجت قبلي وتطاوين وباجة استنوا في النتائج عشية إن شاء الله مخر بعدين تشوف دي جون معنا كيتين برسيست ما راخدوش وسي سويت سي فريمون امبريسيونون تحس de l'émotion, c'est passionnant. Tout ce que tu as dit sur le bac. Tout ce que tu as dit sur le bac, c'est vrai. Tout ce que tu as dit. Inch'Allah, Inch'Allah, fais-moi quel chic. La baisse, la baisse. قدموا ستة دواء دائرة الأولى دائرة منوبة أعداد المقاعد سبعة أعداد المقاعد اثنين الحزب الديمقراطي يتقدم أعداد المقاعد واحد أعداد الأصوات اسم القائد أعداد الأصوات أعداد المقاعد واحد 30,084 صوت أعداد المقاعد اثنين 6,098 صوت الوفاء للشهداء 2,540 صوت عدد المقاعد واحد سامحوني يعني فهمني ناخذوا يعني ما اكثرش من نص ساعه تتفاهمونا حتى انه توضيحات اكثر مش جدل يعني في الاعلام كيف نعمل قرعه زعما لا انت نعرف وش نادي ناصر عبد المامار جورناليست كورسبوندون دو ماغازين عربي. Quelles sont les véritables raisons qui retardent la remise et la publication de ces chiffres ? S'il vous plaît, bien merci. Parce que vous pensez qu'il y a des véritables raisons et des raisons non véritables. Vous savez, nous avons attendu 3000 ans pour pouvoir organiser des élections. Je pense que pour nous, ce n'est pas très, très important. Nous allons attendre, s'il le faut, le temps nécessaire pour pouvoir vous donner une information fiable sur laquelle vous pouvez, vous, l'opinion publique et tout le reste, travailler et la prendre comme élément de référence. كمان بريزيدون كنا نجمعوا في المعطيات من الهيئات الفرعية وكان الشعب التونسي متقلق من تأخير النتائج باش يشوفوا على عينيهم للتاريخ أول دائرة وصلتنا وقتاش دائرة قبلي لو 24 10 à 22h22 minutes
عندي بعد بيجا لو 25 دونك التوانسه اللي تقلقوا وبدات تخرج الاشاعات في الفيسبوك هاهم يوخروا هاهم ينحيوا في حاجات هاهم يزيدوا في حاجات احنا رانا هنا تو باش نكذبوهم ونقولوا راهو هاو على عينيهم للتاريخ تواريخ وصول النتائج لي انت شو ستاف ادمنستراتيف توت لي زور تلقاه ديسبونيبل تلقاه في نص الليل تلقاه في الاربعه نتاع الصباح تلقاه في مادي 3 نتاع الصباح احنا الاربعه نتاع الصباح ونتي توس صباح وليل في غرفه العمليات هاي تدخين مضرب صح هو كيف سيجار وخير ما خير ما تخلع باب ولا ولا كرسي ولا شنو عادي عادي بس مازال كمان أن أؤكد باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن خيارات الناخبين وتوجههم يوم 23 أكتوبر بكل هذه الكثافة لمراكز الاقتراع يعتبر في حد ذاته نجاحا للعملية الانتخابية وأعطي الكلمة للزميل زكي الرحموني لقراءة قرار الهيئة شكرا سيد الرئيس قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 أكتوبر 2011 أولا عملا بأحكام الفصل 70 من المرسوم عدد 35 المشار إليه أعداد إسقاط القائمات الفائزة والتي ثبت مخالفتها لأحكام الفصل 52 من المرسوم المشار إليه أعداد دائرة التطوير قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية والسكوت لأن هذه لحظة من لحظات كما تعلمون لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا وشكرا على التفاهم. الحزب الديمقراطي التقدمي 6971 صوت حركة النهضة 98216 صوت وبذلك يشهد لدينا أربعة مقاعد حزب التكتل تحصل على 9819 صوت وبذلك يوصل إليها مقعد العريضة الشعبية 3277 صوت وأسند إليه مقعد وحيد الحزب الديمقراطي التقدمي 6388 صوت مقعد وحيد حركة النهضة 37159 أصار الانتخاب الذي يتوجه اليوم بهذه النتيجة وهذه الفرحة وهذا العرس وأخصهم هؤلاء بتتانيهم
بصبرهم أقول لهم شكرا شكرا شكرا. أهلا بكم أهلا بالشباب. نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منها النور